من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا وبعد. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات، وقد وقفنا في حلقتنا الماضية في الحديث عن فتح أبواب السماء، وقلنا أن أبواب السماء تفتح، والفائدة من فتح أبواب السماء أن الدعاء يستجب فيها، وبينا الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء. محدثنا اليوم فهي عن الأمور والأحوال والأعمال التي عندها تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. تفتح أبواب السماء عند الذكر، وذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال، أعظم الأعمال على الإطلاق ذكر الله تبارك وتعالى. وما من عبادة شرعت إلا لإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى في الأرض. اسمعوا هذا الحديث، حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ يعني من الذي قال هذه الكلمة قبل قليل؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، يعني عجبت لهذه الكلمة، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. راوي الحديث ابن عمر، أتدرون ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهل أقول أنا ذلك كما قال ابن عمر؟ هل تقولون أنتم كما قال ابن عمر؟ فما تركتها منذ أن سمعت بها الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، تفتح أبواب السماء. هذه مفاتيح أبواب السماء، تفتح لك أبواب السماء فيكون المجال لك أن تدعو. حديث آخر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول، أو هو يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه ووجهه لله، مصدقا بها لسانه وقلبه، إلا فتقت له أبواب السماء فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا، وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. إذا ردد هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، قال: فتقت له أبواب السماء. ممن تفتح له أبواب السماء؟ المظلوم.
مظلوم تفتح له أبواب السماء وتستجب دعوته. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. تفتح لها تفتح لها تفتح لها تفتح لها أبواب السماء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأيضا انتظار الصلاة إلى الصلاة التي بعدها سبب لفتح أبواب السماء لك أيها المصلي. يقول عليه الصلاة والسلام لما دخل على صحابته الكرام وهم ينتظرون الصلاة، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أما آخر ما أختم به: من هذا الذي لا تفتح له أبواب السماء؟ وما هذه الأشياء التي لا تفتح لها أبواب السماء؟ ما هي هذه الأعمال التي لا تفتح لها أبواب السماء؟ من ذلك اللعن، أجارنا الله وإياكم من هذه الخصلة الذميمة، من هذه الخصلة الذميمة، لما يقول الإنسان ويلعن شيء يقول لعنه الله ولا لعنة الله على كذا، هذه خطيرة جدا لا تفتح لها أبواب السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. قال: ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. لا تلعن شيء، لا تنع الولد، ولا تلعن أهل، ولا تلعن زمان، ولا تلعن وباء، ولا تلعن سنة كذا وكذا وتقول هذه السنة مقرودة وتقول فيها كلام، أو تلعن شهرا، أو تلعن إنسانا، أو تلعن طعاما، لا تلعن، فإنها ترجع إلى قائلها. ثم أختم بالذي تغلق في وجهه أبواب السماء. تتوقعون من هذا الذي تغلق في وجهه أبواب السماء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. إذا كانت حوائج الناس عندك فلا تغلق بابك دونهم، فيغلق باب السماء دونك. حوائج الناس قد تكون عندك، تكون موظف، تكون مسؤول، تكون قائم على هذه المسألة، لا تغلق بابك دونهم، فيغلق الله تبارك وتعالى أبواب السماء دون حاجتك ومسكنتك وخلتك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل مولى تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ووالدينا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات.
من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور ينعم ونصوغه بقلائد الحسنات.